بل كل شيء. نحب نترحم على أولادنا، نحب نترحم على الرضا، نحب نترحم على الملائكة وكل التضامن مع العائلات نتاعهم. رانا مانيش باش نعملوا تحقيق، وكيف ما يحكيوا الناس يقولوا لجان سورية ولا لجان معناتها عاملينهم جوست بور كالمي لي اسبري، لا، اوني كونسيون اللي فما مشكل. احنا اللي مشي يلقاه البحث واللي مشي يقولوا البحث والمخرجات نتاع البحث، رانا مش نكملوا نواصلوا ومش يتحاسبوا الناس اللي لقيناهم في وسط المنظومة قصروا. لكن هما سو سون دي بريباراسيون يخرجوا في دي بوش. دونك هذاك علاش الناس تحكي على سيروم، ماهوش سيروم، ماهوش دواء، راهم سو سون دي بريباراسيون اللي يصيروا في القسم هذاك في وسط وحده اللي هي نورمالمون في وسطها كل لي نورم ناسيونال و انترناسيونال لحفظ الصحه استيريليزاسيون. نقولوا لها سال بلانش، نزيد نفسر سيت سال بلانش اي اسيميلي ان بلوك اوبيراتوار. احنا مش نستناو التحقيق، مش نستناو شنو ما لي ريزولتا دو لونكيت، خاطر فما دي بريليفمون صاروا من الاعوان والاطارات نتاع القسم هذاك من اول ظهور حالات وفيات. صاروا دي بريليفمون في السيرفيس كامل، حتى في سال بلانش هذوما، وفما عينات اللي مشاو للابوراتوار والتحاليل نستناو فيه. لقينا اللي الصغار اللي توفاو هذوما الكل، فما الكلهم معناتها جاتهم عوارض اللي خلاتنا نخمو في الاليمونتاسيون بارونتيرال اللي خذاوها هذوما. هذاك علاش مشينا تواجهنا مش نشوفوا العينات من الماكله هذيا، لكن كيف ما قلت لكم راه كل القسم تم خذاو منهم عينات مش نشوفوا شنوما الامكانيات نتاع الجراثيم ولا شنو هي الحكايه. توصلنا ك تنجم تقول دي كونستاتاسيون اوليه. Il s'agit d'une infection nosocomiale. Chnia une infection nosocomiale. Hadiya une infection nosocomiale, haja li le mريض يتعرض لها داخل المستشفى. راهو نجمو في اي قطاع نحكيو على توظيف سياسي ونستعملوا السياسه. لكن انا نقول لهم لا ثم لا. لا للتوظيف السياسي. كي تولي حرقه، كي تولي الم، كي تولي وجيعة عملوا. وهنا مش نحكي لكم على الأرقام بكل شفافية، لا للتوظيف في الأزمة هذه. احنا حتى لنهار السبت عنا 11 وفاية. البارح فما صغير بيبي الله يرحمه أنوفوني اللي هو توفى في ساعة مبكرة في النهار. لكن مناش مش نقوله كل حالة وفاة اللي مش تصير في طب الولدان في أقسام طب الولدان الكل مش نحاول ونربطوها بالأزمة هذه. لكن رئيسة القسم اتحملت مسؤوليتها، قالت ولو صار ان ديكالاج دو 24 ما بين لاباريسيون دو ديسي يلزمنا اون كونسيدير الصغير اللي توفى الله يرحمه اللي هي بيبي سيتون في اللي توفيت، راهو نحسبوها في إطار هل الانفكسيون نوزوكوميال اللي قاعدين نحكيو عليها. لذا نقول عندنا 12 وفاه. المجموعه نتاع الرضع اللي خذاو معناتها لاليمونتاسيون بارونتيرال هذايا العدد نتاعهم يتجاوز راهو اللي توفاو. وراهو في القسم ما قعدوش مربعين يديهم، قعدوا يخدموا على قدم وساق مش نحاولوا نمنعوا لي زوتر بيبي اللي هما بيدهم خذاو سيت اليمونتاسيون بارونتيرال اللي احنا مازلنا شاكين فيها. ديما نقول في اطار الشك لورينتاسيون دياغنوستيك، معناتها احنا متوجهين فيغ المشكله هذيا. عندنا شهر في يدنا، عطاتهولنا لو ديدلاين مش نبداو نحسبوه من اليوم. هذه الكارغونه ما عادش فما كارغونه، لا نقبل. وما يحس الجمره كان اللي يعفس عليها. ما نقدموهولو في اي لازم، فما طريقه اللي تحترم الحرقه وتحترم الملايكه اللي في وسط الحاجة هذيك. ما نحبش نستعمل كلمة كارثونا، نوفيو منها الحكاية هذية. نوعدكم أنا بيدي باش نتحاسب أبو دموا لفاز دو ترانزيسيون هذي لازم، ما نجموش في نهار وليلة. لكن أنا نوعدكم اللي أبو دموا هذه كلمة الكارثونا ننساوها. روح بشر شو خاطر صغير يتحط في كارثونا؟
on ne l'accepte plus. اللي ما عندنا حتى دواء منتهي الصلاحيه والا